لابد أن أحيي الإعلام المصري. الإعلام المصري نجح بامتياز في هذه المعركة، والأحزاب المصرية أيضا، الأحزاب المصرية نزلت الشارع وكل حاول أن يحشد أنصاره ويحشد لمرشحه الذي يريده. إن احنا هذه المرة، هذه المعركة وهذه التنافسية، وبنلاقي إن 89% و6 من 10 يذهبوا إلى مرشح واحد هو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده معناه إن احنا في حالة من حالات الإجماع الوطني وحالة من حالات الاصطفاف الوطني، لأن الناس بيروا إن هذا الرجل هم نحن جربناه في 30 يونيو 2013 وجربناه في معركة الإرهاب، جربناه في أشياء كثيرة جدا، وبالتالي نحن ما زلنا بحاجة إليه يقود معنا السفينة في الفترة من 24 إلى 30. وده الحقيقة شيء خلينا نقول إحنا العام القادم يا أستاذ يوسف هيكون في 100 سنة على البرلمان المصري منذ دستور 23. هنلاقي المزاج المصري في الانتخابات من 24، من 1924 إلى الآن، سواء كانت انتخابات برلمانية أو انتخابات رئاسية، دائما هناك أغلبية ضخمة، أغلبية كاسحة موجودة بتروح لاتجاه معين أو إلى مرشح بعين. مثلا حتى 52 كانت الأغلبية المطلقة بتروح إلى الوفد، بعد 52 كانت الأغلبية المطلقة للرئيس عبد الناصر ثم للرئيس السادات وهكذا. اثنين، ورغم وجود هذه الأغلبية الكاسحة والمطلقة، إن كان التعبير دقيقا، فإن ده لا يمنع وجود الأقلية النشطة والفاعلة. وعشان كده أنا عجبني جدا في كلمة السيد الرئيس النهاردة أنه وجه التحية للمنافسين الثلاثة، وأنه وعد أن احنا هنعمل يعني هيعمل وأنه هيستعين بكل الأفكار التي طرحت والتي قيلت. يعني الحقيقة مين في كلمة السيد الرئيس في المعركة الانتخابية، كان ما يحدث على حدودنا في الشمال الشرقي حاضرا وبقوة، لأنه أنا بقول أن 7 أكتوبر أزالت آخر بقايا ما سمي بالربيع العربي. إن الحاجة الوحيدة اللي نجح فيها الربيع العربي بالإضافة إلى إسقاط عدد من الأنظمة وعدد من الدول نهائيا، إنه أفنى القضية الفلسطينية، ما كانش لها وجود، خلاص اختفت، لم تعد لا هي القضية المركزية الأولى عند العرب زي ما كنا بنقول، ولا حتى قضية. وكانوا الإسرائيليين بيتباهوا في مراكز الأبحاث بتاعتهم إن احنا شفنا مليونيات كتيرة علشان الديمقراطية، ومليونيات علشان غلاء الأسعار، ومليونيات علشان كذا، ومليونيات عشان كذا، لكن لم نرى مليونية واحدة علشان فلسطين. وكانوا سعداء جدا، وعشان كده ظهر شعار السلام للسلام فقط، مش السلام مقابل الأرض. فما حدث في 7 أكتوبر رغم مخاطره الجسيمة علينا، لأن أنا بتصور أنه صحيح النار والمحرقة في غزة، لكن المستهدف النهائي والمضار النهائي هو مصر، واللي ما يعرفش هذا الكلام يبقى في مشكلة في تفكيره. وأنا ظني أن الرأي العام المصري وال44 مليون اللي خرجوا للتصويت يعرفون هذه الحقيقة، وعشان كده خرجوا للتصويت واصطفوا خلف الدولة الوطنية واصطفوا خلف القيادة السياسية وأعطوا صوتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا. طيب ده كلام بالنسبة لي فعلا مزيكا وأكتر من رائع يا أستاذ حلمي، وكما جرت العادة منكم